حاجة اتفضل. يعني لو تعرف اللي بيقولوه عليك بره ولا يعني بسأل رسائل إيجابي بتجيلك. ولا إيجابي ولا ما فيش إيجابي خالص. لا ما بسألش أنا ولا مع إن أنت بسأل. طيب يعني، بس هم واخدين عنك فكرة. لا أصل دي مهنة أنت لا بتقول إن هي أنت شغلتي، شغال. فأنا ما بهتمش خالص. لو كمون حديث المدينة اليومين دول، بص خلي بالك. يعني لو هتقعد تبص لكل واحد بيتكلم ويقول، فأنت مش هتشتغل. ودايما الناس بتشوف النجاح بيحاول قدر الامكان ان هو يشدك لورا. فانت لو بصيت لاي حد او اي يعني مغرض او مختل عقليا او ايا كان، او حتى اللي بينتقدك باحترام بتشيله على دماغك يعني. لكن واحد مختل، واحد مغرض، انت مش هتبص له خالص. في النهايه احنا بنحترم كل المسؤولين وكل الانديه، وطبيعتنا هي الناس، بس احيانا مش فاهمه صحافه كويس قوي البعض، او البعض بيبقى فيه الانتماءات بتحركهم. لكن احنا بنحترم كل الانديه وكل مسؤولي الانديه، وعايزين الزمالك يبقى في احسن حال، وعايزين الاهلي يبقى في احسن حال، وبيراميدز يبقى في احسن حال، والاسماعيلي. يعني احنا واحنا بنأيد الاسماعيلي والمصري والاتحاد، الأندية الشعبية، إن هم يكونوا موجودين، والمقاولين العرب، الأندية التاريخية دي. ده بيكون هي دي رسالتنا في البريم. كل الأندية طبعا. هو يعني دايما احنا هنا شعارنا إن احنا لكل الأندية، وبالأخص كمان الأندية الشعبية والتاريخية. وطبعا بنحترم أندية الشركات اللي هي بتثري كمان الدوري المصري. خدتنا انت في حته. لا بس انت وضحت توضيح كويس. و لا يعني انا عشان برضو احنا كابتن سمير ندي كل واحد حقه، ما بنجيش على حد، سواء فرقه صغيره فرقه كبيره، وانتماءاتنا موجوده وكل حاجه، بس بتبقى بره الاستوديو وكل واحد بياخد حقه. كابتن سمير انت لو كلام حضرتك واسمك الكبير جدا وبطولاتك اللي انت عملتها في المقاولين العرب وفي النادي الاهلي، واحترافك في واحد من اهم ده اللي يعني بيشوف طياره مسافره المانيا في مطار القاهره بيفرح، فما بال حضرتك لعبت في الدوري الالماني اللي هو واحد من اهم الدوريات في العالم. فكل كلام حضرتك اعتقد ان ما فيش اي حد ممكن يجي جنب تاريخك. ده رقم واحد، اسمك الكبير وفي نفس الوقت خبراتك، عشان كده انت تستحق ان انت تكون موجود في قناتين وموجود معانا هنا. نفس الامر بالنسبه للكابتن محمود عبد الرحيم، نفس الامر بالنسبه للكابتن رضا عبد الرحيم ومحمد فاروق، ونفس الامر خلي بالك ان حتى الناس اللي كانت موجوده قبل كده هنا في البريم طبعا نجوم، الناس بيتم اختيارها بعنايه وفقا لتاريخنا. مثلا كان معانا كابتن شادي محمد، وبخص بالذكر الكابتن شادي محمد، لان الكابتن شادي محمد صاحب تاريخه بالارقام، كابتن الاهلي وتاريخ طبعا، هو اكتر كابتن في تاريخ النادي الاهلي بطولة. واخد بطولات اكتر من اسماء كتير جدا. بس شادي محمد ما بيعرفش يسوق نفسه، فاهمني؟ ما بيعرفش يعمل حاجات بتتعمل. وكان في برضه كابراهيم سعيد والكابتن مجدي. وابراهيم سعيد والكابتن مجدي. يعني بقول لحضرتك بيتم اختيار المساله، ما بتمش اختيارها كده وخلاص. فبالتالي والكابتن محمود ابو الدار، الكابتن رضا عبد العال. فبالتالي انا مش عايز اتكلم كتير واقعد اوضح، لان انتوا تاريخكم. انا ليا الشرف ان انا بقعد جنب حضرتك، وليا الشرف ان انا بقعد جنب كابتن ابو الدهب، وليا الشرف. انا بقول لك لان انا عارف القيمه بتاعه حضراتكم، سواء انت او كابتن ابو الدهب او كابتن رضا عبد العال او الكابتن محمد فاروق اللي ربنا يرجعه. انا اسمح لي انا بالسلامه ان شاء الله. انا اكلمك، احنا عمرنا ما هنبقى اداء او هنفكر ان احنا في يوم ان احنا نهاجم النادي الاهلي، دي نقطة. ولا اهلي ولا زمالك. لا انا اكلمك، احنا ميزه اسلام. انا بس عشان الناس ما تروحش لحته تروحش بعيد يا اسلام. انت بتكلم ناس لبست تيشيرت النادي الاهلي، يعني عارفه قيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي، عرفت يعني ايه ان انت تنزل تكسب بطوله، عرفت ان انت حاسس بالجماهير، كل ده بيبقى متواجد. انا ما ببصش للناس اللي بتتكلم، للجماهير لا، جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي بتشجع النادي الاهلي هي اللي بتقابلنا في الشارع،
وعارفة وحاسة بمستوى النادي الأهلي. أنا ما بتفرجش على الموجودين في المدرجات، أقسم بالله أنا عادة أنا وكمونة بنتفرج، أنا معرفش الجمالي ده رايح عليه شوية يعني، مش عايز أقول لا ده جمالي صغار في السن، صغار في السن. أنت النهاردة لما بتشوف النادي الأهلي بيكسب بتطلع انا بيطلع يكسب. النهارده النادي الاهلي في ظلم؟ لا، بنقول ان في ظلم. الزمالك بيكسب؟ بنقول بيكسب، بيلعب كويس، بيلعب كويس. فبالتالي انت ما بتدافعش، انت بتقول اللي انت شايفه او بتنقد حاله. لكن النادي الاهلي لا، النادي الاهلي كان كبير سواء لكمونه او لبداب او لفاروق او لاي حد، لاي حد في مصر، ومحدش هيغفل. لكن انا بتكلم ما فيش حد يزايد على اهلاويتنا، ما واحد مش واحد يطلع يقول كلام ما بيحصلش. دي نقطة مهمة جدا، ما حدش يزايد علينا. انا بقولها لجماهير النادي الاهلي المحترمة واحنا بنحترمها، لان ياما اتغنت بينا وياما شجعتنا وياما كان بتقف في ظهرنا وتسند. ما حدش يضحك عليكم، ما حدش يضحك عليكم للمرة المليون. احنا بنشجع النادي الاهلي زينا زيكم، احنا زي ما الناس بتطلع تقول ابو الدهب بيهاجم عشان يشتغل في النادي الاهلي. طب انا شغال، انا شغال مشجع للنادي الاهلي، كمونة شغال مشجع للنادي الاهلي حاليا، وشغال في تن باسم النادي الاهلي. ما لو احنا اسلام معلش مع احترامي لو احنا مش محمود ابو دمع، في لعيبه افضل مننا كتير في انديه كتير بامانه، بس اسم النادي الاهلي هو اللي جابنا هنا، هو النادي الاهلي. محدش يطلع يقول من بره ولا من جوه، وشويه واحد يطلع يهيج علينا الجماهير عشان يحمي السبوبه بتاعته. لا، النادي الاهلي النهارده يرضي ربنا. انا بكلم النهارده بتتلاعب الفرق اللي بتتنافس على الهبوط وما انتش عارف تكسب. الاهلي بمن حضر، احنا بنقول وبنقول لا في فجر تحكيمي النهارده هنتكلم عليها. لا، في فجر تحكيمي النهارده، هدف من تسلل، ما فيش تسلل خالص. لكن احنا هنقول، خلينا نتكلم، لكن احنا عمرنا ما نتكلم، عمرنا ما هنهاجم النادي الاهلي. لا، احنا بننقد حاله لما يكون اللعيبه دي عشان تفوق تعرف قيمه تيشيرت النادي الاهلي. لما قلت المره اللي فاتت اللعيبه بتظهر وتروح، ما احنا بنقول الاجهاد، ما احنا بنطلع نقول الارهاق. طب ما بتريحش نفسك ليه؟ افراح اللي انت تروحها ولا تسهر بره ليه ولا ترقص وتغني؟ ما تحترم جماهير النادي الاهلي اللي بتعيط. انت مش جات لك قبل كده رساله واحد قال لك انا جات لي ضغط وارتفع السكر وكنت هموت؟ يعني انت مش حاسين بالناس دي؟ الناس دي جماهير النادي الاهلي عمرها ما كانت موجهه اسلام انها تشتم في كمونه ولا تشتم في ابو الدهب ولا تشتم في رضا عبد العال. النادي الاهلي جماهيرها طول عمرها واحنا عارفينهم انه بيحافظوا على لعيبتهم، بيحافظوا على بعض. احنا بنتكلم، ما في ناس طلعت من مجلس اداره واتكلمت، تاني الناس طلعت من لجنه الكره واتكلمت. فين ولاد النادي الاهلي؟ فين ولاد النادي الاهلي فعلا؟ انا بتكلم بامانه، فين؟ ما فيش لمه ليه لولاد النادي الاهلي زي عاملها المستشار مرتضى منصور. بيجيب الناس اللي قاعده في بيتهم بيشغلهم، بيجيب الناس اللي هي تيجي تتكلم على ناس زمالك، بيشغل ده هنا وبيشغل ده هنا وبيقعد ده هنا وبيحافظ على النادي الاهلي ولامم النادي الاهلي ولامم نادي الزمالك. ما حدش يتكلم علينا وما يغلطش فينا عيب، ما احنا قادرين.